حول عناصر القانونية والعلمية لإنشاء الصرف الإيكولوجي للموقع الإيكولوجي لمصب المنوية. تفضل السيد. شكرا صباح. شكرا للموضوع الكريم. الأساس القانونية والعلمية لإنشاء صديق إيكولوجي لمصب المنوية. حقيقة هذا الصديق ما درناش عليه بزاف. المجتمع المدني تقريبا هذه 51 ولا 60 عام ما كانش رد باله بأنه هذه القضية تاع الصديق الإيكولوجي راهي تصبح واحد داخل عايشين هنا اللي هو ضروري التنوع البيولوجي اللي كان طرقوا عليه ونحاولوا نذكروا. غادي نحاولوا نشوفوا واش كاين شي اسس قانونيه واش المجتمع المغربي ولا المجتمع بصفه عامه قدر على هذا الصبيب او لا الناس. اذا تاريخيا تم تطوير مفهوم صديق بيئي استجابه لتدهور النظم البيئيه المائيه بسبب الافراط في استخدام المياه. واحد الوقيتة يعني أنه جا واحد الطار جا وزيناه على جنب الوديان، ولكن طار يعني الناس انتبهوا بأنه هذا كان واحد الضرر على التنوع البيولوجي، وبالتالي بقاو الناس كيهضروا على القضية تاع الصديق الإيكولوجي والصديق البيئي اللي خصو يعني تاخذ بعين الاعتبار. إذن هذا الاعتراف هذا الحاجة للحفاظ على الحد الأدنى من كمية المياه في مجاري المياه لصالح الانواع المميزه من الاسماك تاع الصالمون. كانوا يكتسبوا الصالمون واحد الفكره انه هذا السمك بقى كينحرض على الوديان، وبالتالي المشريع على الصعيد العالمي بدا كيخمم في هذه القضيه تاع الصديق البيولوجي. مفهوم الصديق البيولوجي تقريبا راه شي 40 ولا 50 عام كيهضروا عليه في الخارج تاع المغرب، ومع الاسف في الاخير تم شويه تاع الصديق اللي معناه يعني اجمالي فانه يعني الحجم تاع عند واحد النقطه معينه في مجرى الماء، ويحسب يعني عدد الامطار المكعبه في الثانيه للتاكد من ان تشغيل محطه الطاقه مثلا في الاستاسيون تيرميك عند الواد كيشوفوا واش يعني كاين اخذ الاعتبار في هذه. إذن يتم تحديد الحد الأدنى من الصبيب على أساس الظروف المحددة لكل نهر. تختلف هذه الكمية من مشروع إلى آخر، ويتم تحديدها وفقا لتدفقات النهر المعني والحيوانات الموجودة هناك. وقد تم التحقق من صحة فيها جميعا من خلال دراسة الأثر البيئي للمشروع. دراسة تلك تجدد دراسة كل مشروع. مع الأسف الشديد غادي نشوفوا بأنه بعض المشاريع اللي كتنتج دولة اللي هي عطينا المثال ما كاينش هاد الدراسة تاعها. ومؤخرا كنا طلبنا من مكتب الاستثمار الفلاحي واحد الدراسة بعد ما جاوب السيد وزير الفلاحة في البرلمان لأنه كاين هاد الدراسة، قدمنا بواحد الطلب واليومين هذا مازال كنتسناو فين هي ديك الدراسة تاع التأثير على البيئة. إذن إلى هاد الصبيب نضيف بعض ذلك التدفق الجمالي، أنه هاد المرة حتى الجمالية تاع البواد كتدخل كما ما تاخذش انت كاع المياه وتخلي الواد ضروري حتى هذاك الجماليه تاع الواد خاصها تاخذ بالاعتبار، وهو حجم الماء ضروري لتدفق المياه ليكون مرئيا كما كان قبل تشغيل المحطه. لاحظ ان هذا التدفق قد يختلف حسب المواسم. اذا الصبيب البيئي هو اداه متكامله لاداره موارد المياه ضروريه لضمان تخصيص المياه بشكل مستدام في الأحوال والحفاظ على النظم البيئية للمياه الهبة. إنه يمثل الصبيب المطلوب للحفاظ على كمية ونوعية كافية من الموائد التي يمكن أن تضمن التطور في الأرشفة البيولوجية للأنواع، ولا سيما تلك الخاصة بالأسماك التي تكمل كل أو جزءا من دورة تكمل كلا أو جزءا من دورة حياتها في الأقسام المطاردة. تعريف الصديق الإيكولوجي، يعرف هذا الصديق كحد أدنى من التدفق عند الباحثين والخبراء بأقل صديق يجب الحفاظ عليه في مجرى الأنهار والوديان لتحتفظ على دورها من ناحية جودة المياه وكميتها لتلعب دورها في الحفاظ على الحياة والنظم الإيكولوجية المائية
التي توجد في النهر أو الماء. بالنسبة لأوروبا لا ديريكتيف كادر سور لو تعتبر توجيهات انتقال الماء في الاتحاد الأوروبي الصديق الإيكولوجي باعتباره نظاما هيدرولوجيا متوافقا مع تحقيق الأهداف البيئية في المصطلحات المائية الطبيعية كما هو مذكور في المادة 4.1. بالنظر إلى هذه المادة من توجيهات الإطار العام تشير للأهداف البيئية إلى عدم تدهور الحالة القائمة. يعني عندهم لا ديريكتيف هذا الكلام. يعني أن الدول الأوروبية تقصد أنهم تكون في التدهور تاع الحالة البيئية. تحقيق حالة بيئية جيدة في المصطلحات المائية الطبيعية. الامتثال المعايير والأهداف في المناطق المحمية. بما في ذلك المعنية كمناطق حماية الموارد والجوع حيث يعد الحفاظ على حالة المياه أو تحسينها عاملا مهما في حمايتها عندهم ليزيسباس ناتورال دومين. إذن هما عندهم دابا واضح الديريكتيف كادر الأوروبيان إلى كلاه البرون أون كونسيدراسيون الديفي إيكولوجيك تاع المغرب. إذا شحال واحد المغرب ويقول دار المشاريع المغربي غير على القديم. بالعكس المشاريع المغربي كان يعني ذكي ومتابعتها وحطها في القوانين. ملي مشوا القانون تاع الماء سنة 2015 كنلقاو المادة 25 96 97 كيهضرنا على الحياة المائية لأنه المشاريع اللي غادي دير على الأوتو خاصة تأخذ بعين الاعتبار الحياة المائية اللي كاينة. إذا المشروع المغربي خارج الواجب ديالو، قد نقولوا بأنه يعني الكوراكين يعني ذاك الإنسان تاع التدبير، ذاك الإنسان تاع الإدارة، ذاك الإنسان اللي غادي يوقف على المشاريع اللي غادي تكون على إذا ينص القانون المغربي رقم 36 مستعار ناكل الماء في الفصل الأول الحفاظ على البيئات المائية من الفصل الثاني الحفاظ على المياه. على الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية المائية. لذلك من المناسب اهتمام التوصية التالية عن طريق مراسيم تنظيمية. إذا شنو خاصنا الآن؟ مراسيم تنظيمية. عندنا القانون ولكن من يجيو نديرو التطبيق هاد المراسيم شي ناس ما كيعجبهمش هذاك القانون ولا كيكون خرافي. بعض المرات تلقى 10 سنين عام عنده القانون ولكن في التطبيق ديالو ما كاينش المراسيم. إذن حنا وقفنا على المراسم التطبيقية دمج الفهم الصريح البيئي في النصوص التنفيذية للمادة 97 من القانون 36/15 يعني تطبيق القدر التطبيقي البيئي في 60 تجريبية على الأقل. الآن عندنا 60 عام تاع السياسة المائية عندها 145 إلى 149 سد اللي هي غير سدود إيكولوجية سدود الكربون هي الستوكاج تاع الماء والتفخيم. ولكن منين كتجتمع مع المهندسين تاع البناء الهندسه المائيه ويجمع واحد المهندس اللي هو زراعي او انسان كيهضر على البيئه غادي يبقاو يشوفوا فيه واحد المنظور اخر بحال الا هضر معاهم شي لغه اخرى. يقول له الصديق البيئي كي درتو له واش فكرتو بداك الحوت الشاب اللي كان في أم الربيع اللي كان كيدخل ويخرج في الواد يعني أنه غادي يتصدم هذا المهندس. إذن ماذا عن تطبيق مفهوم الصديق المغرب؟ حتى الآن فإن فكرة الصديق هذه على الرغم من قانون الماء غير مطبقة في هذا المجال بل نرى أن غالبية الحوار الهيدرولوجية تغلق أكثر فأكثر في الوقت على حوض درعا، حوض سوس، مسا، حوض تنسيف وحوض المربيع ولا قدر الله من ويا الى ما دفعنا شعليها راه حتى هي غادي يصرى لها نفس القضيه اللي صرات في الحوض. الناس تاع من ويا الناس اللي عايشين في المنطقه الجهه الشرقيه الناس اللي عايشين في من ويا من الان خصهم يكونوا على بينه من هاد المشاريع. يعني الاداره كتجيب المشاريع ولكن يخص في المقابل المواطن اللي يناقشها ويطلبنا يقولوا لي يطلبنا هذا الشيء باش يكون على بينه ماشي حتى نديروا واحد المشروع بملايين تاع الدراهم وفي التالي ما اتفقناش نقولوا دي راه ما نزيدش راه
يعني أموال عامة أموال تاع الشعب اللي خصنا يعني نديروها ونديروا مشروع ديالنا إلا وتكون في المستوى. ثم كامل تعرفوا الحين تاع التنوع البيولوجي ما غاديش نصور هذا الصباح نشوفوا قالت لكم بلي انه شويه يعني احنا مقتنعين بلي انه من الويات اللي واحد الدور على ماشي الصعيد الوطني ولا الجيري الصعيد العالمي من ناحيه تاع التنوع البيولوجي. دراسات اللي قامتها الجامعه تاع محمد الاول او لا جامعه تاع الخميس في الرباط او لا الاساتذه في المعهد الوطني العلمي الا وكتبين مؤخرا دراسه تلقاو في الانترنت ديروا اليوتيوب راه تعطيكم واحد الدراسه هائله اللي جدت يعني المعطيات التنوع البيولوجي اللي كاين. ومن الواجب ديالنا كمواطنين باش ندافعوا على هذا التنوع البيولوجي لا من ناحيه الطيور لا من ناحيه يعني الطيور اللي هي كتسافر وكتوالد في الموقع حتى بالنسبه للاسماك. احنا فوقاش شفنا الغنى تاع الاسماك فوقاش بان لنا كنا كنسمعوا بلي كاين 300 ولكن اللي عقلتو في 2011 كانت ديك الكارثه الكبيره اللي كان دارتها محطة الصقور وخرج الحوت مات وخرج على الضفاف عاد الناس انتبهوا كيفاش هاد الغله كاينه في وسط الملويه. ما عرفوش بلي ان الملويه فيها انواع خاصه بالملويه ما كاينش في قناه اخرى في العالم. إلا درنا واحد السد وحبسنا على هذاك الأحياء اللي كاينة راه حنا غادي نتحملوا المسؤولية. إلا قضينا على واحد النوع اللي ما كاينش في منطقة في الدنيا وكاين غير هنا أونديني في هذه المنطقة هذه يعني غادي نتحملوا المسؤولية أمام الله قبل كل شيء. إذن واحد جينا هنا هذا شوفوا هنا هذا الدراسة باش شفتي تاع اليوتيوب إلى أكتواليزي لي دوني عندكم 430 نوع من النبات، نسيت شو أخبرين نوع من الطيور، الأسماك 16 نوع، أنواع 72 نوع، أنواع رمائية 4، أنواع سواحل 16 أغلبية ديالها عايشة في المنطقة ديالها. الدراسة كاينة، يقول لك من 100 مدروسة حتى 100 مدروسة، دروسة مزيانة وربما خصنا نزيدوا على الفرصة باش نزيدوا شي حوايج اللي مازال ما تعلمناش. و يعني هذه من الدراسة هذه 2016 يوتيوب راه عندكم في الانترنت تيجي في غير التطبيق يوتيوب من مليار من ميسات ويخرج لكم الدراسات ديالها. إذا بالنسبة للسياسة العمومية في المغرب لحماية المنظومة الإيكولوجية في المنطقة الرطبة في الوادي الملوية المغرب موقع اتفاقية 50 اتفاقية عالمية أونجاجي باين كيقول لك بأنايا مع التنوع البيولوجي مع حماية. إذا التصنيف تاع مصر الملوية 1699 كموقع بيولوجي، التصنيف كذلك 2005 رمسار، إذا المغرب ملتزم بصفة لا غبار عليها بحماية والمحافظة على المؤهلات الطبيعية التي على إثرها تم قبول تسجيله في قائمة رمسار وإدماج المحافظة عليه في جميع المشاريع التنموية. حتى دجال شي مشروع تما في بحال المسارح اللي جا في هذا المحطة السياحية اللي كانت في السعيدية ولا محطة أخرى ولا إلا وخصها تاخذ بعين الاعتبار الموقع البيولوجي لمنصب البيولوجي. وزيادة هنا واحد العادات تاع الكوارث اللي كانت دازت على هذا المصرف ما كانش يحاولوا لها تمنيح من هذه المناسبة غنذكروا بها وخا الصور بحال هذا الرمال اللي كانت كتخطف أو لا هذا الغابة تاع كاتكرات اللي كانت تماك وخبرت اللي وحنا مطلعات ديال الأحار والزيكو سيستيم اللي كانت تماك وهذا تي بريليفون تاع الماء اللي كيمشي من الموقع باش يسكيو بالغرف تلوث. عندنا راه عندنا محطة صيدية عندنا محطة ترسيمة عندنا محطة تهيو كلهم كنسبو ولكن مع الأسف الشديد هاد المعالجة ما كتمشيش لواحد الدرجة اللي هي ثلاثية أو رباعية باش نستغلو دوك الكمية. هذا القناة اللي كنا قبل ما يتبنى قلنا بلي أنه غادي يكون عنده نتائج وخيمة وفعلا الآن كيبان بلي أنه ما كيساهمش في الاقتصاد. حنا كنقولو الدولة ما كاينش الماء كنقص على الماء كيقبض الولاد كونسونتري كيعملو في البحر وثانيا حتى الفرشات الآن
المنطقة الطبا والبلاد كتنشف بموجة هذا يعني بسبب تحت قلت وكان مشاكل يعني في الخاصة مشاكل طبعا ذراع النبيذ تنشف أو تخطى العشرة هذه كارثة اللي هذا المالك من الديار والآن إذا لاحظوا لاحظوا مزيان في الفتوح الموقع المنجي تلقاو بنايات بنايات في المناطق الرطبة اللي كانت ترطب الآن اللي تنشف من هذا القمر يعني راه حنا كنعطيو الرخص تاع كما قالت الأستاذة عيسى الصباح لابد الواد يسترجع التفكير ديالو وغادي يرجع لهم واحد البقيته لقطة من هذه اللجنة تاع أوصال اللي كانت جات ودات واحد قرار واحد تقرير حتى هو تلقاو في الانترنت سي لو رابور نيميرو 71 تاع أوصال اللي كتعطي بعض التوصيات للمحافظة على هذه النسبه موقع الشرابة 2021 لما نشوف يعني انه كان كان مستنقع حتى الان ولا لناشف هذا هو المشكل تاع القناة كان بعض يعني مشاريع كتقوم بها الإدارة باش تحاول تكونفونسي هذا نرجعوا الآن للموارد المائية اللي ندير الأساس ديالنا تحت الصباح هذا على حساب الحوض المائي عندنا تقريبا مليار و200 مليون متر مكعب تاع الماء اللي عندنا في الحوض وتقريبا 87 منها الآن كيعني كيتمطم في السدود الآن مع هذا المشروع تاع محمد الخميس وتاع يعني ليكسبونسيون تاع محمد الخميس اللي غادي يوصل مليار تقريبا انه كاع المياه ما غادي يبقى لو لاشي اللي كنا كنسميو بلي لاشي تاع مول المياه ملي كتجي الحمله ولا ما غادي تبقى تبقى حتى قطره تاع الماء اللي غادي تمشي يعني في السدود في المعدل تقريبا عندنا شي 765 مليون متر مكعب اللي كتوصل السد محمد الخامس وبعض المرات كيكون عندنا السنين ديال الطبيعه توصل حتى 2535 وكاين السنين اللي هي شويه ضعيفه توصل 162 هذا المعطى هذا كيبين لك انه تقريبا الان المياه متحكم تاع المياه متحكم من 1957 من السنه ومن بعد محمد الخامس ومن بعد الحسن الثاني ومن بعد الوزع يعني تم السيطرة على جميع الموارد المائية تاع شقنا في السافلة قولنا بعض العيون هذه العيون حسب وزارة التجهيز في المعدل عندنا 7 متر مكعب الثانية اللي كنستافد منها الآن السافلة واللي مع الأسف الشديد هذيك 7 متر كيوب الثانية ما سلكتش وفي 1935 كان مركز استثمار تاع الفلاحة كان واحد المحطة الأولى الأولى يعني 3.9 متر كيوب منها مشى أكثر من نص 60% مشات من هذيك المحطة قالت لنا ديك الشوية باش تشوف الصابي اللي يبرد تاع المية وبالنسبة للساكنة تاع المية اللي كانوا كي مؤخرا تبنى ثاني محطة جديدة في ولاية السدود 1.5 مكعب ثانية إذن وقع ضغط الآن كان هو ضغط كبير على هذه الموارد لريسورس لريزيرفونس اللي جايين اون نافال تاع مصحف المالي اللي جايين بالسافلة يعني هذاك ما حنا ما بقيناش نهضروا على الماء تاع الأطلس ولا تاع الجدار العليا اللي كيجي وكيتجمع ما بقيناش لا نهضروا أنا كنخمو غير دوك العيون واش غادي يخليهم للموقع البيولوجي أو لا حتى هما غادي يفوتوا غادي نشوفوا لأنه طرح السؤال على السيد وزير الفلاحة نشوفوا حتى هذا الا انها الان الناس كي حنا كنشوفوا هذا مثال ها
هذو هما العيون كل اللي حامل مولاي هذه وحده من العيون اللي كتطبق على السافله تاع المولى. هاد العيون هما اللي كيعطيونا الموقع البيولوجي، راه ماشي غادي يجي من الاطلس باش تكونوا عارفين. اذا كاين دابا لي ستاسيون، ستاسيون مولاي هذه ستاسيون ولا ستود ريسون كي دارت بلوس لي بارك جوج صاحبنا فيهم المسائل كامله الان كتب. بغينا نوصلوا لواحد المشروع اللي هو درنا عليه قبيله، هذه مولاي هذه ولاد ستوت ودوزيك كما قلتو بوسيبيليتيز. إذن هادو المشاريع تاع لي براجات اللي كانت هضرت عليهم السجا بنونا الصباح، تلقاو هادي تمشي حسد محمد الخميس مساع الصفصار بني عزيمي، إذن كاع هذا واللي خطر فيهم هو هذا مساع الصفصار اللي جاي في السفينة تاع مساع الحمادي، وبالتالي هو كيقول لك غادي يجيبوا لانترسيكسيون تاع واد لو يجيبوه لنا حتى واد الصفصار. إلا بغيتو ديرو خيط ملوية الآن قبيلة كان الأخ مع لانترسيكسيون مع واد سبو وشوفوا بيو شوفوا سد محمد الخميس شوفوا مساع الحمادي كامل هذاك لي ديستركتور راه عباد تسمى لي تيك مورت ما كتمشي لاي دروات ولا كتمشي لاي كوش ولا جبتي حتى لهنا تحت تاع الصفاط ودرتي خاصة كنديرو لي تيك مورت جداد ونديرو لي سلوك جداد ولي كالو جداد واللي خطير جدا اللي خصنا ننتبهو له انه مساع الصفاط غادي يحبس الضربة القاضية للموقع البيولوجي اللي سد منويا واخا يولي حنايا هو ليسي ان دي بي بور دي سيرفير ولكن لي دي بي لي غاتكون سي با ان دي بي ايكولوجي سي ان دي بي ميكانيك يعني غادي يخلي لك ان ميتر كيوب ولا دو ميتر كيوب يقول لك ها حنا حلينا لي بار ولكن دوك لي بار اللي غادي يحلو ما كيسمحوش للحوت باش يطلع ل ل ل ل الحوت راه كيطلع كيجيبو للبحر ويطلع حتى للواد وكيتوالد ومن بعد كيهود للبحر كاين الوليد كاين لابوس كاين الناس الطلبه اللي كيخرجوا هذه المسائل يعني خاص ان باساج ايكولوجي ولا تجي لي غير البيطون وتقول غادي ندير له السوق وغادي نحل الفان راه ماشي هي هذيك الايكولوجي وبالتالي حنا كنطلبوا من هاد الناس اللي كيديروا هاد المشاريع باش يجيبوا خبراء راه كاين ناس خبره كاين ناس اللي يديروا تيت كاين اساتذه الجامعيين ويستشروا ماشي حتى يديروا كارثه كبيره ونقولوا راه حنا صافي صافي نقدر نسد ولكن النتائج وخيمه وكما كنشوفوا الصفصاف راه جاي بالسافله تاع مصاحبات اذا كانوا باغيين يديروا شي خير يجيبوا لنا لانتركونيكسيون مسرح المدير فوق او لا يجيبوا لنا المسبوق مسرح المدير فوق ولكن باش نولوا لتحت السفينه اللي الان لانه فيها هاد المسائل غادي يوقع خطر زادو ما تسالوا اللي كنا كنطرحوا l'impact de la nouvelle société hydraulique. On a déjà la salinisation avec le travail avec le poids. On a mis le début de la salle 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 والبحر يعني بحر واحد الغبار والان حنا عايشين فيه هو هو بحر الغبار ولكن البارح لو البارح كنت مازال كنا نشوفوا لونغوشور راه القناه تقريبا ولات علاش؟ لان لو دي بي راه كيمشي في شي بلايص وهذاك لو دي بي حنا كنا طرحنا السؤال على السيد هذا السيدة شويه اختينا ما غاديش نشوفوها كنشكروا السيد بالاسم ديالكم بالاسم تاع الجمعيات السيد النائب المحترم السيد عمر عنان لانه طرح كل شجاعه السؤال على السيد وزير وزير الفلاحه وطلب منه قال له حسب هذا البرنامج انشاء سد جديد على واد المويه وخاصه في مساع الصفصار وتبع لانشاء ضخ جديده بجماعه ولاد ستوت من الدور وتصريع السيد وزير الفلاحه سابقا بانشاء اربعه تاع المحطات لو مسجله هو اللي دار ديكلاراسيون ماشي حنا اللي قلناها
دشن ولا تشتوت وقال له اللي غادي يزيد 4 طن اللي غادي يجيب الماء ديالهم هو لذا اسالكم سيد الوزير المحترم هل تم انجاز دراسه تاثير على البيئه البحث العمومي لهذا المشروع كما ينص على ذلك القانون 12.3 وهل يمكنكم وضع هذه الدراسه طبعا اسره المواطنين والجمعيات البيئيه التي ترغب في ذلك على هل اخذتم بعين الاعتبار حاجيات الصديق الايكولوجي للمنطقه الرطبه بمصدريه ما هي قيمه الصديق الايكولوجي التي ستخصصونها بعد ايجاد مشاريعكم الموقع في الموقع البيولوجي المصدريه اذا السؤال واضح والجواب سي صديق هو ولد المنطقه صديقنا ابننا ديالنا والتعامل المية انسان عايش مع المية والجواب ديالو كان واضح هنا غادي نقلو غير على العين رابيدمون واخذا بعين الاعتبار الصبيب الايكولوجي للمنطقه الرطبه لمصر المية تحريص مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي على حسن تدبير هاتين المحطتين من خلال تشغيلهما بالتناوب هذا كلام تاع السيد الوزير يعني انه ملي تكونوا لاعلي خدامه ولا تسدو تسكت ملي تخدموا ولا تسدو ولاعلي تستاهل باش يعطيو الناس الصبيب الايكولوجي عقلوا على هذه الكلمه مزيان هذا ولا يمثل الصبيب الماخوذ الى نسبه قليله من الصبيب الاجمالي للنهر مع مراعاه الصبيب الايكولوجي للنهر الملويه في 0.5 يعني بغا يعطي الصبيب الايكولوجي 0.5 متر مكعب ثانيا يعني هذا راه خطا يعني واحد الانسان اللي هو يعني خبير في الناس الصابين في ولا ويشوف واحد الرقم اللي جاي من واحد الوزاره محترمه انه باقا تقضي على ملويه الى عطيته 0.5 غادي نشوفوا واحد المثال دار في الاسبوع خلال واحد الطريق يعني دار الدراسه هذه على الاقل 3.5 متر في الثانيه كصابين ايكولوجي لي سبو سبو من الوراق تقريبا بحال الاخوة غير باش ننبهكم البارح في معهد البلدة الوطنية ودينا نزورو هاد المعهد المواقع هادي تاع محمد بن مهري واحد السبو وواحد الستوت وبعض الأماكن ها هو شنو عطينا نفس اليوم البارح لو 21 مارس مولاي علي هيا كلي ولا الستوت هنا نفس اليوم كل شيء خدام وخدام واحد الطاقه اكثر صار 3.9 اليوم 3.9 وتقريبا غير المحطات اللي خدامين يعني انه الميه اللي جايه من البراجات ما كايناش خاويه ويلاه المحطات اللي خدامين وخدامين اون ميم طون هذا هو الجواب تاع السيد صديقي حنا كنشكرو على الجواب ديالو ولكن يطلبوا الالتزام لازم ملي كيجاوب واحد البرلمان يعني انه الانتيريا تاع لا يعني انه خاص التزام عليه وحنا كنطالبوا يعني من هذا المرباش تحترم هذاك الضغط ما يكونش هذاك الضغط كثير على المنزلية وكذلك اعاده النظر لانه هاد المشاريع اللي كتقال تاع الصفصاف رحنا يعني متخوفين كثيرا جدا جدا انا كنسمح لك طولت غادي نحاول غادي نحط نعطيك هذا وا غير هذا الارقام تبعوا معايا قبل 1956 شحال كانت 90 صفصاف شحال كانت تعلم 29.7 متر من بعد لي باراج ها هو شقتنا 7 متر كيل في الثانية من بعد الستاسيون تاع مولاي علي خاتنا 3.1 من بعد هاد البراج هاد الجديدة هاد المحطة الجديدة ها هو شنو باقي 1.6 ولا حول ولا قوة إلا بالله لو سمحوا لي نطول تايكم صافي عليها باش تعملوا معنا صافي ولكن الوقت اعتذر منك الوقت راه كيداهم كنشوفوا ان سيدنا عطانا واحد لا دوزيام فلاس نتاع لي باراج يعني كان مكتب الاستثمار الفلاحي الصباح هو كيشكر تزويد المياه في مدينه وجده والري شحال نتاع لي زابوطات
ولكن جلستي مع الطرش مع واحد الحقيقه اللي هي ان الضرر ان هو واحد ريجونسيون اللي كتمثل في الاداره الصغيره الايكولوجي اللي كيحافظ على لا بيوديفيرسيتي تاع لاسيد تاع المياه. حتى ربما هذا الشيء غادي يكري واحد لي بيس دو ريفليكسيون، ربما غادي يكونوا لقاءات اخرى باش ربما نلقى واحد الحل وسط ما بين مكتب الاستثمار الفلاحي واستمرار الطاوله المحاربه على هذا المصب الصبيب الايكولوجي. كنستدعي الان الاستاذ حمري رئيس جمعيه جوست بوغ توا اللي غادي يقدم لنا واحد المداخله نتاع الدور.